نتواجد هنا في منطقة الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. هنا يتجمهر الفلسطينيون ونستمع إليهم يهتفون ضد تواجد لمجموعة من أعضاء الكنيست الذين سيقومون بالدعوة لإخراج هذا التجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة. هذا التجمع الفلسطيني هو واحد من 25 تجمعا فلسطينيا يدعو أعضاء الكنيست لإخراجه وترحيل السكان الفلسطينيين منه. وهذا التجمع يعني إخراج الفلسطينيين منه أن هناك إخراج لما يقارب من 25 تجمعا فلسطينيا تمتد من شرق مدينة القدس المحتلة وصولا إلى تخوم البحر الميت، ما يعني قطع الضفة الغربية إلى منطقة شمالية ومنطقة جنوبية. على الجبل المقابل هناك تواجد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، القوات التي تؤمن اقتحاما لأعضاء الكنيست الذين سيتواجدون في المقابل لهذا التجمع الفلسطيني، في إشارة منهم لدعوة إخراج هذا التجمع الفلسطيني من هنا وترحيل السكان الفلسطينيين حتى يسيطر المستوطنون على المنطقة الممتدة كما ذكرنا من شرق مدينة القدس المحتلة حتى البحر الميت، وهنا يمنع على الفلسطينيين بالتالي التواجد في هذه التجمعات. التجمعات هذه كما يصفها المحللون هي تقف شوكة في حلق المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، هذا المخطط الذي سيفصل الضفة الغربية إلى شمالية وجنوبية إذا ما نفذ شرق مدينة القدس المحتلة. فهد العصا، العربي، الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.